بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. وبداية هذه الحلقة، هناك كلمة منسوبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث عن أمور كلنا في واقع الحال نعيشها، وكلنا يتمناها، وكلنا مبتلون بها. ولكن أمير المؤمنين يقول: هذه الأمور التي أنتم تريدونها أو أنتم حصلتم عليها لا خير فيها، لا خير في هذه الأمور إلا بأمر آخر. يعني حسب تعبيرنا، الإنسان يريد طولة العمر، لا خير في طول العمر، الشكل يقول لا خير في طول العمر إذا ماكو عمل صالح. احنا نتمنى أشياء كثيرة، نتمنى الله مثلا يعطينا ذرية، اللهم أعطينا ذرية، لا خير في الذرية إلا شنو؟ أن تكون صالحة. فيعلمنا أمير المؤمنين أنه لا تطلبوا الأشياء ولا تحاولوا أن تتمنوا أشياء بدون شنو؟ بدون شيء آخر معها، شيء آخر معها. أكو واحد قال لي: سيدنا الله يطول عمرك. قلت له: حجي لا تقول لي الله يطول عمرك. قال: ليش؟ قلت له: لا خير في عمر، لا خير في عمر إذا ما بي العافية. فأنا قلت له دائما هالشكل يقول: الله يطول عمرك في خير وعافية. بدون خير بدون عافية شو أسوي بالعمر أنا؟ أنذل، يعني أنذل بيد الأهل وبيد الأولاد وبيد الأقرباء وبيد البعداء وبيد الكذا؟ لا، أنا لا أريد طيلة العمر بدون عافية. فإحنا في واقع الحال نريد أشياء كثيرة. يا ريت مثلا حصل على شهادة، زين، جيدة الشهادة، جيدة، ولكن لابد يكون معها شيء. طلب الشهادة والحصول على الشهادة، وبعدين يجيني غرور، بعدين يجيني تكبر، بعدين يجيني حسب تعبيرنا تجيني المصايب، تجيني العيون الحاسدة، شو أسوي بالشهادة؟ ما أريد الشهادة. واقعا بعض الحين يقول: لا أريد هكذا شهادة. شقد عندنا ناس الآن عندهم أموال بس يقول: يا ريت ما عندنا هالأموال. ليش؟ يقول: جابت لنا المصايب، جابت لنا المصايب. في اليوم سمعت واحد لطيف، كلمة عنده سمعت يعني بالمكان، قال: يا ريت العراق ما عنده نفط. يعني كأنما النفط اللي هو نعمة، نعمة لنا، صار نقمة. يا ريت ما عندنا نفط، مشاكلنا بالعراق كلها من وراء النفط ومن وراء المشاكل. فشوفوا بعض الأحيان إحنا نشوف الأشياء على أساس أنها خير، على أساس أنها أمور أسباب سعادة، واعتبرها هي من عوامل السعادة في حياتي. بس منو قال هذه عوامل السعادة في حياتك؟ من قال؟ كثير من الأشياء في الواقع إحنا مبتلون بها ونتصور على أنها شنو؟ على أنها تجلب لنا الخير والحياة الطيبة، ولكن مو معلوم، مو معلوم الإنسان هذه القضايا تكون في مصلحته. واحد قال لي: أنا مرتبط ويا فتاة في الجامعة أتمناه،
وصاير لي أيام أنا أزور الأئمة وأدعو أقرأ قرآن حتى الله ينطيني إياها. قلت له لا تقول هذا الشيء. أنا قلت له لا تقول هالطريقة هذه. قال ليش؟ أنا أحبها. قلت له زين أنت تحبها، ولكن منو قال هذه راح تكون عامل سعادتك؟ قد تكون عامل شقاء لك، قد تكون عامل شقاء لك. وعندي هواية، قلت له عندي هواية مصاديق وعندي هواية قصص، ناس كانوا يعشقون ناس آخرين وتوفقوا وتزوجوا ولكن حياتهم نكد. ويتمنى، أنا سمعت واحد يقول لي أتمنى أنه ما كنت أعرفها ولكن شايفها ولكن تمسلم عليها ولكن تتزوج فيها. فما معلوم أخي الكريم أنت تقول يا ربي ارزقني هاي الفتاة، يا ربي انطيني هاي الفتاة، يا ربي الله كذا ما أدري إيش. منو قال الله يعطيك إياها؟ يعني زين شو سوي؟ شو سوي؟ واحد يسألني شلون أدعو؟ دائما أدعو هالشكل، اللهم ارزقني هاي الفتاة إن كانت شنو فيها خير وعافية، خير وعافية، خير الدنيا وعافية الدين وعافية الدنيا وعافية الآخرة. هذا عافية الدين. أنا بعيني هاي شفت، بعيني هذه وبأذني هذا سمعت. إجاني رجل في العتبة الحسينية وأنا أزور، قال لي سيد أنا سمعتك أنت حكيت عن الذرية، ووحدة خابرته قالت أنا ما عندي ذرية وجاء أدعو الله ما يستجيب لي، وليش الله ما يستجيب لي؟ مو وعدنا أن الله يستجيب لنا؟ شو ما يستجيب لنا؟ وأنت قلت لها يا أختي شوفوا الله سبحانه وتعالى شنو قاسم لك، قد لا تكون الذرية بالنسبة لك مصلحة. أنت قلت لها، قلت له زين وشنو صاير حجي؟ قال أنا عندي حكاية أريد أقولها لك. قلت له تفضل. قال أنا أيضا حوالي 15 سنة ما كان عندي أولاد، 15 سنة ما عندي أولاد، ما حطيت مكان ما رحت له، ما خليت دعاء ما قريته، ما خليت طبيب ما زرته، كنت أريد ولد. وهذا يتكلم معي عند ضريح أبي عبد الله الحسين في الحرم، قال ولكن الله رزقني ولد، الله رزقني ولد بعد الإلحاح الشديد، بعد إلحاح شديد 17 سنة من الزواج الله رزقني ولد. بس يقول سيدنا الله شاهد سيهوش، يقول لي الله شاهد سيدنا يومية أدعو رب العالمين الله يخلصني منه، الله يخلصني منه. رجل كبير بالسن كان تقريبا فوق 60، الله يخلصني منه. ماكو سيارة ضربة، الله شاهد هشكي ماكو سيارة ضربة، ماكو كهرباء علي حال تاخذه. قلت له عجيب، 17 سنة تمنيته والآن دعائك أن الله يخلصك منه؟ قال إيه والله سيدنا شر الولد، يا ريت ما عندي ولد، يا ريت أنا عقيم. شوفوا يا أخوة يا أعزاء يا أحبة، مو كل شيء اللي إنسان يريده زين، ومو كل شيء اللي هو في منافع هو خير. لا، تعالوا إلى علي، هذه الرواية قلت منسوبة لأمير المؤمنين، شوف شي يقول، اسمعوا حتى لا يأخذنا الوقت. يقول لا خير في القول إلا مع العمل. أن واحد يكون يحكي وعده سوالف وخوش يسولف وخوش يتكلم، خوش يخطب وخوش يحاضر، بس هو وين والعمل وين؟ عمله شوفه يخالف كل أقواله ويخالف كل برامجه ويخالف كل نصائحه. يقول للناس خيرا وهو يعمل الشر، يقول للناس الحسنى وهو ماذا؟ وهو في الرذيلة. لا خير في القول إلا مع العمل. مو مهم أنه شقيت تعرف تحكي، مو مهم شقيت تعرف تصفط كلام، عملك شقيت، واقعك شقيت. شقيت جميل هالكلمة هاي، لا خير في القول إلا مع العمل. هذه رقم واحد، كتبوا رقم واحد من الأشياء التي لا خير فيها إلا مع شنو؟ مع أمر آخر لها.
لا خير في هذا إلا بشرطه، لا خير في هذا الشيء إلا بقرينه، قرين. لا خير في القول إلا مع العمل، هذا واحد. اثنين، ولا خير في المنظر إلا مع المخبر. منظر يعني شكل، مخبر يعني داخل. شقد ناس يغروك بجمالهم بس هم حية، وهم عقارب، وهم كتلة شر بس جمال. لا خير في المنظر إلا مع المخبر. هنا شنو أكو في الداخل؟ شنو أكو؟ اجى واحد إلى رسول الله قال له أنا أريد أتزوج وأبحث عن حسناء ومدري إيش. الرسول قال له إياكم وحسناء بني إياكم وحسناء الدمن هالشكل، يعني المرأة اللي جميلة. قالوا يا رسول الله وما حسناء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. من امرأة حسناء جميلة بس في منبت السوء، وتشوفون ما شاء الله واكو هوايهم تقارير واكو مقاطع شلون فتيات مشهورات مغنيات ممثلات ما ادري مقدمات برامج جميلات، ولكن 3 مرات مطلقة أو 7 مرات ما أدري فضيحة أخلاقية. يعني شنو هذا؟ فليس المنظر كالمخبر، وليس الشكل كالباطن، ولا خير في المنظر إلا مع المخبر. بعد، ولا خير في المال إلا مع الجود. شو أسوي بالفلوس إذا أنا ما عندي كرم وما عندي انفاق، ما عندي بذل؟ شقد ناس عندهم فلوس بس مولانا ولا واحد مستفيد من عندهم، ولا منطين حق الله، ولا منطين حق المستضعفين والمحتاجين، شو الفائدة؟ ولا خير في المال إلا مع الجود، جود يعني الانفاق. بعد، ولا خير في الصدق. عجيب، لا خير في الصدق. إيه، لا خير في الصدق إلا مع الوفاء. أنت تقول أنا والله سيدنا أصدق وياك، أنا حكايتي حكاية، بس حكايتك حكاية متى تكون حكايتك حكاية؟ يوم اللي أنت تفي بها. لا خير في العقود، لا خير في البيوع، لا خير في المواثيق اللي ما بها وفاء. هذا بلدنا، احنا عايشين الان 20 سنة تقريبا من سقوط النظام الهالك، 20 سنة شكيت سوى عهود ومواثيق وورق المادري الميثاق الوطني والورق المدري ايش، ودول اللي الان يتصدون البلد شكيت مواثيق وعهود، ماكو صدق. وهاي الخيانات تشوفون والسرقات العظيمة اللي واقعا يقشعر بدن الانسان، هالشكل اموال تروح ماكو صدق، بس كلام حجي وعود. شوف أيام انتخابات يصير نبي، ولكن لما يجي وقت العمل يشوف إنسان على أي حال، ينهش بجسد الأمة، ينهش بالمستضعفين، ينهش بخيرات البلد. ولا خير في الصدق إلا مع الوفاء. بعد، ولا خير في الفقه. هذا الفقه ما بي خير، عجيب. فقه 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 يعني شريعة، يعني أحكام، يعني دين. يقول لا خير في الفقه إلا مع الورع. شوف ناس متفقهة، الكتب تحت إيده وما أدري تأليفات ما شاء الله ودروسة كذا، بس ما يخاف الله، ما يخاف الله في عباد الله، لا يخاف الله في أموال الناس، لا يخاف الله في أعراض الناس. الله شاهد يا إخوان، وأنا جاء أتكلم والله شاهد على ما أقول. أكو واحد
لما تشوفون يقولوا هذا قديس، هذا قديس، ولكن مسوي العمايل وهو على أساس على أساس مولانا من القديسين. فقه وعلم ومعلومات وما أدري كتب وتأليفات، بس ما أكو ورع والخوف من الله. الورع يعني شنو ورع؟ يعني يكون عندك فد وازع داخلي يمنعك من الغلط، يمنعك من الحرام. الورع عن محارم الله، الورع عن محارم الله. لا خير في الفقه إلا مع الورع. بعد، ولا خير في الصدقة إلا مع النية. نعم يتصدق صدقة زين، بس نيتك شنو؟ نيتك إيش؟ نيتك الرياء؟ نيتك أنه تكسب على حال ود الناس ومحبة الناس؟ نيتك أنه مثلا تقشمر على الآخرين؟ هذه ولا خير في الصدقة إلا مع النية. ولا خير في الحياة، إيش قد جميل هذه، كله جميل. ولا خير في الحياة إلا مع الصحة. حياة بدون صحة شو الفائدة؟ بعد، ولا خير في الوطن إلا مع الأمن والمسرة. وطن بدون أمن لا خير فيه، وطن بدون سعادة ومسرة شو نسوي فيه؟ ولا خير في الوطن إلا مع الأمن والمسرة. هذه تنطينا رؤية أن ليس كل شيء اللي نأمله ونحبه وحلو وظاهرة كذا هو زين، لابد أن يستعمل ويستخدم في الطريق الصح حتى الإنسان على حال يستفيد من عنده ويحسن عاقبة أمره، ويكون هذا مدعاة للخير والعافية وعافية الدين والدنيا والآخرة كما قلنا. نعم، إذا أكو متصل تفضلوا. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العفو، أسأل على صلاة النيابة عن الميت، هل يجوز صلاة كل ما فاته عمدا أو غير عمدا؟ يعني في صلاة عن مريض ما قدر يصليها أو كلا ما كان يصلي بحياته أبد ومن مات، يجوز صلى عنه نيابة يعني؟ وشكرا. نعم أم مصطفى تفضل. يا أم مصطفى سيدة، على مود ابني الكبير عمره صار 23 سنة. نعم. هو معوق، هو إلى معاقة. بني معاقة من الولادة، وكل ما قدمنا له يقولون لا ما يصير هذا لا راتب إلا تطولنا شس إلا بفلوس. يعني شنو تقدمي له؟ للرعاية الاجتماعية؟ اي قالوا ما إلا بفلوس، ولا استشرعنا يقولوا لا طيب فلوس لازم راتبه يبقى يوزعه ما ياخذه ما يصير يستلمه. ما يخالف، انا راح ان شاء الله اتكلم في هذه القضية. سيد والله حتى هو اظافره ما يقدر، حتى تكرم حداثه ما يشتها الا انا شتها، يعني ايده معاقة. واضح واضح، الله يعطيك العافية ويعافي ان شاء الله تعالى، بارك الله بكم. نعم أجيب على الأسئلة. جيد. الأخ الأول يقول صلاة النيابة عن الميت، هذه لا يجوز الإنسان أو يجب عليه الإنسان أن يصلي عن الميت حتى لو كان الميت هو عاصي؟ يعني عاصي شنو؟ هو ما مصلي، هو إنسان تارك الصلاة، تارك الصلاة وكاتب لأولاده صلوا عني، الابن الكبير لابد يصلي عني. الفقهاء يقولوا لا، ما تركه الأب أو الميت لا عن عمد، يعني كان نايم فاتت صلاة، كان مريض وناسي وفاتت صلاة، على حال فاتته الصلاة لعذر، هذا نعم يجب على الوالد الأكبر أن يصلي عن والده. أما إذا لا، الوالد هو عاصي، الوالد هو تارك للصلاة، واجب على الوالد الأكبر أن يصلي عنه. بس أبو عاصي أنا أجي أصلي عنه، هو ليش ما صلى عن نفسه؟ فالنيابة عن الإنسان الولد الأكبر قصدي أن يكون ماذا؟ أن يكون ما فاته الأب عن عذر لا عن عمد ومعصية. أما شنو؟ أما أنا
أبويا مثلا ما كان يصلي، هسه عاصي أو معاصي مو مهم، بس أنا إذا أنطي صلاة فلوس للناس أن يصلون عنه، فلوس أعطيك يا أخي 700-800 ألف بالسنة صلي. هنا يصير نعم لا إشكال فيه، الصلاة عن الميت بأجرة أو تبرعا، بأجرة أو تبرعا، مو أنه واجب على الوالد الأكبر، لكن مسألة الوالد الأكبر شيء آخر. صلاة عن الميت بفلوس أو بدون فلوس، يجوز أن أصلي عن والدي أو عن عمي أو عن والدتي وهي عاصية أو لم تكن مصلية أو تارك للصلاة، نعم يجوز ذلك، يجوز الإنسان أن يصلي عن الإنسان اللي فاتت الصلاة عمدا، ولكن قلت ليس واجبا. كيف يقدر يصلي؟ يقدر ما يصلي، يأخذ فلوس يصلي بكيف، هذا أمر يرجع إلى نفسه. أبو علي تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم سيدنا. أنا وصي عن والد. وصي عن إيش؟ عن والد المتوفي رحمه الله. عن عنده أرض بستان، نعم، وزعها بحياته على أولاده. بلي. وبس الوصية أنا ما بصدقها قضائيا. بلي. بس يعني شهود وقسمها ووصاني بوصية من ضمنها أنه ثلث بالمحلات. بلي. أنا أصرر بهم صدقة جارية. بلي. وراء وفاة أخواني عارضوا الوصية، قالوا ما نمشي بالوصية، هم كانوا يدون بها يعني، بس خالفوا. بني. خالفوا الوصية. بني. زين يعني رادوا الثلث يقسمون بيناتهم، وهو كان صدقة جارية، قال دز صوم وصلاة ورد مظالم. بني. أنا هسه صرت مضطر أنه أعطي الثلث لهم. علي إثم. انطيته يعني، انطيته خلاص؟ لا بعدني يعني، بعد فترة أعطيهم إياه. لا 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 لا. بس أنا بعدين أقول لك يعني أجابك. شكرا يا أخ أبو علي، شكرا. الله يسلمك. نعم زيد. نعم تفضل يا زيد، تفضل يا زيد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياك الله سيدنا. عندنا أخذ الأخوة، نعم، دهس زائر إيراني وقت الزيارة. شنو صاير؟ دهس يعني حادث. ها دهس زائرا، ردم زائر إيراني. بلي. ووقف فالزائر نصر أنفاسه الأخيرة. لا إله إلا الله. وفى يعني. لا حول ولا قوة. الجماعة اللي كانوا يمه قالوا له اشبك انت بعد، ما حد يدري بيك وهذا. لا حول ولا قوة. فهو همين شرد. بلي. فالناير اللي يعرف شنو حكمه بعد يعني، ما رجع واستقر، شنو اللي يريد يسوي، شنو يقدر يسوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. جاي مشكور يا أخي الكريم على اتصالك. أبو علي تفضل. أبو علي ألو. حياك الله أبو علي تفضل. السلام عليكم أبو هاشم. وعليكم السلام، حياك الله. الله لا يحرمنا من جنابكم إن شاء الله سيدنا. باختصار ما أرد أخذ من وقتك وأعلم، أدنى والدي الله يرحمه ويرحم أمواتكم. بلي. سجل البيت باسم أمي. نعم. صار البيت سجله باسم امي. سجل الدار باسم الوالده. باسم الوالده، والوالده شوي من نوع العصبي يعني، عصبيه جدا يعني. فطردتنا من البيت يعني. ويشهد الله احنا مو من هاي العالم، ناس مستقيمين، بس هي قلت لك عصبيه بعد، تعرف اسرار البيوت. فاحنا ثلاثتنا قاعدين بالحواسم. ثلاث ولد بالحواسم بتشينكو. وهي البيت عامر يعني. بني. فاحنا شيء قاطعتها وشيء ما قاطعتها يعني، انا بالنسبه لي ما قاطعتها، خاف من الله. بس هم يلوموني يقولوا يعني هذا سوى التبينة كله، والتبينة دخلت حلالنا وحلال ابونا. وانا هسه شفت شغلتها يعني، هو عزتنا يعني، فيصير انا اهجرها لو ما يصير. اقول يعني يعني شو الداعي هذه الوالده يعني تعادي اولادها وتادي اولادها؟ اكو والده يعني تادي اولادها لو اكو سبب معين اخ ابو علي؟ صراحة هي من نوع العصب، هي من نوع العصب اللي ما تتحمل أحد، ما يخاف حتى بزنن، ما يخاف بزنن، ما تحمل. أبو علي إنسان يصير عصبي ساعة ساعتين بس بعدين يهدى، أولاده يشتاق لهم، يريد لهم، ما أدري يرتاح وياهم. هذه الحالة شنو؟ كره. هذه الكره. ما نريد نقول سيد العفو، ما نريد نقول إنه يعني أمي يعني شنو، هذا اختلال عقلي، ما استغفر الله، ما نقدر نقول إيش على أمي. وتعيش وحد. مو صحيح يسويه. وتعيش وحد. أبو علي تعيش وحد هي؟ تعيش وحد هي؟ وحد هي وجاي تعدل بالبيت وترمم وتأجر. المن هذا المن يعني،
واحنا والله بالضيم حالنا درهم ما تعطينا. واضح واضح. راتب اخوي شهيد. واضح يا ابو علي حياك. راتبي مال ابوي ومال اخوي رواتب زين عسى الله يرجع خير طول عمره. الله يحفظك، اشكرك على دعائك الوالد. احسنت احسنت، بارك الله فيك، اشكرك. نعم متصل اجيب على الاسئله. جيد. الاخت ام مصطفى قالت ابني 23 سنة معوق وعوق ولادي، وراحت تقدمت على رعاية اجتماعية حتى تسوي له راتب. تقول يعني الموظفين الفاسدين يطلبون فلوس، اعطينا فلوس نسوي لك. انا الله شاهد يعني يا اخوان، انا سبحان الله هذا اتصال يصير وانا في قناة الايام، ولكن شنو اللي أقوله؟ الآن المسؤولة عن رعاية اجتماعية امرأة طيبة، امرأة طيبة ومتدينة ونزيهة انصافا. الآن يعني قبل فترة خلوها، روحي لها روحي لها، أعتقد هي سيدة علوية، علوية سناء، امرأة رزنة وعلى حال نزيهة وتحب الخير، مري عليها، عسى الله سبحانه وتعالى أن تمشي أمرك، مشي أمرك بدون هالفلوس وبدون هالرشاوة. هذه أول مرة أنا أتكلم عن شخص أثق بعدالته، أثق بدينه، وأوجه الناس أنه هذه على حال يمكن إنسان أن يستفيد من خيرها ويستفيد من عملها. زين أبو حيدر تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم سيدنا. سؤال عندي حول الصلاة. اترك التلفزيون. اي اي مرات يتاخر الامام علي ان يقوم صلي صلاه الظهر. انا ما جاء اسمعك لان اكو صدى عندك، ابتعد عن التلفزيون يا ابو حيدر، ابتعد عن التلفزيون تكلم معي. انقطع. انويها ما في الذمه واصلي صلاه جماعه جاهز؟ سؤالك مو واضح، كمل من بدايه سؤالك. يسمع التلفزيون وبعدين يريد يتكلم معاي. زين مو واضح سؤاله، مو واضح سؤاله، حياك الله. الأخ أبو علي يقول أنا وصي عن الوالد وتوفى الوالد وعنده أرض بستان ووزعه قسمه على الأولاد، يعني الأبو في حياته قسم البستان للأولاد كلهم، وعنده وصية بشهود بس ما مصدقة في المحكمة، مو مهم تصديق المحكمة، مو مهم، وصية بشهود وكذا فهي شرعية. يقول وصى انه بابا ثلث المحلات، الثلث المحلات تنطيها صدقة جارية عني. اخوة ما قابلين انه احنا انطينا احنا الثلث احنا نتصرف فيه. يا اخ ابو علي انت الوصي وانت المسؤول في تنفيذ الوصية. اعطاء هذا الثلث اللي هو ثلث حق الوالد، ما له حق واحد يتصرف في ثلث الوالد. ثلث الميت له، ثلث الميت له وليس للورثة أصلا، لا لك ولا لإخوانك وإخواتك أبدا، الثلث يبقى للميت. فأنت قل لهم شوفوا أنا من ناحية الشرعية مسؤول عن هذا الثلث وأنا أتصرف فيه، ما مستعد أن طيل واحد حتى يروح يتصرف فيه، لأن أي خلل بعدين أنت تكون مسؤول، أنت تكون مسؤول. فكم محل مثلا، خلينا نقول ثلاث محلات، فثلث المحلات محل واحد، يعني ثلاث محلات الثلث محل واحد، قولوا هذا محل واحد مال والدي وذني قسموهن وهذا خليه باسم الوالد. مو انه من كل محل ثلث من كل محل ثلث، هذا قد صعب، بس احسب المحلات كم وحده وحاول ان شنو ان تفرز محل من المحلات او محلين من، اذا ست محلات فمحلين هو الثلث، خليه باسم الوالد وبقيه وسجله، سجله بالمحكمه ان هذا من صدقات الجاري للمرحوم فلان، يبقى إلى طول العمر، إلى إن شاء الله بعد عمر طويل. استطيل أخوتك هذا أنت مسؤول شرعا. منو؟ أبو أحمد، فضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا شلونكم؟ حياكم الله. الله يبارك فيك سيدنا. عندنا البيت باسم والدي، البيت باسم والدي توفى، بقينا إحنا الورثة مالته خمس نفرات. بني أخوي انطيته حصته، واختي الثانية انطيتها حصته، يعني اشترت بيت، فبقوا اثنين اربعة، اثنين اتنازلوا
قال لي يا بنت ما عندك وانت اخونا ونشوف ما عندك مال. فانا باقي سيدنا ما نام الليل اقول ربما انا متجاوز عليهم ما مثلا حصتهم فما اعرف يعني شلون باقى انا متحير بهاي. ابو احمد ابو احمد هم على قيد الحياه لو لا هذول اخوتك اللي اخوتي كلهم على قيد الحياه بس انا ربما اقول يعني مستحي من عندي او مثلا انا ما اريد لا لا انت باكر هاي كلها عليهم لا بعد تصير حسب تعبيرنا هواي وسواس لا توسوس ايه. هم الناس على حال راضين على حال شر راضين يعني انا اتصور احد رضاعي اتمنى قال اتمنى بيع الذهب مالتي وانقيك اياه انت يا مالي مالي بس انا باقى افكر بيك انت يعني مثل ما تقول كبيره انت طيب ومعتها بزرة انت طيب يحبونك اخوتك خواتك اي والله كلش يحبوني انت هواي طيب يردون خاطري من صوتك وكلماتك مبين كلش قلبك نظيف الله يبارك فيك حياك الله بارك الله فيك اشكرك اشكرك نعم خلي اجاوب على الاخوه الاخ زيد يقول واحد دهس زائر على حال غريب في العراق وقتله يعني مات الناس الواقفين شوفوا شوفوا المحضر الشر المحضر الشر يعني واحد واقف بس ما بي خير واحد واقف ما بي على حال عمل مبادرة نية طيبة نية سيئة ومبادرة خبيثة أنه اشرد 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 زين وين يشرد وين يشرد هذه نفس هاي نفس راحت وين يشرد وزين هذا الولد توفى هذا الزائر توفى زائر الحسين توفى أنت شو تجاوب الله شو تجاوب الله تقول سيدة أنا ما مقصر أنك ما أدري هذه قضايا أنت ما مقصر مقصر ما أدري ولكن أنت محاسب يوم القيامة دية هذا الرجال وينها إذا أنت مقصر ديته وينه دية المن تعطيها الدية وأولاده بناته يستحقون الدية يوم القيامة يقفون يا أخوان خافوا الله يا أخوان لا تتصور أن الدنيا على حال تبقى لأحد لا أنت يوم الأيام راح تموت وتحاسب ذاك الزائر يجي أمامك يقول ليش استضربتني وأنا كنت أتمنى أموت في طريق الحسين ذاك الزائر مرتاح والآن إن شاء الله في جنان الله لأنه زائر الحسين بس أنت شنو وجهك وجهك أمام الله شنو أبيض أسود شلون توقف أمام الزهراء وتقول له يا فاطمة أنا شيعي أنا أحبكم تتحبنا وتقتل زائرنا وتشرد ليش شردت نعم أنت على حال صار دهس تروح مسائلة تنام ليلة بالسجين ليلتين بالسجين بعدين يجون جماعة ما أدري من سفارته من جهات الرسمية إليه وتنحال تطون كذا وتطل الدية أما هالشكل سوف لا يهدأ لك بال أنا أقول هذا ما رح لا نوم تنوم ولا أكل أكل لا حياة حياة لأنه سيؤرقه ضميره إن كان له ضمير حيا شو تسوي الآن؟ ما أدري شو تسوي والله ما أدري روح إلى روح حاول أن تسمع وين اللي اندهس فلان مكان ومات منو أهله روح اسأل سألت تقول أنا أخاف أرسل واحد إلى السفارة إلى القنصلية المعنية يابا في زيارة الحسين فلان مات فلان مكان اندهس ومات هذا منو وين عنوانه أريد الروح لهم ابحث حتى عسى ولعل أن شنو عسى ولعل أنه تهدئ ضميرك وطبعا راح تقول لهم يا بتر نفس المكان مات مو أنه أنا عفته وبعدين ماتوا لأني أنا شردت ومات لا هو مات وأنا شردت فيمكن أن ماذا يمكن أن بدية تنطيها وبراءة ذمة ترضي ضميرك ترضي ضميرك اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم نبهنا نبهنا عن نومة الغافلين هاي النومة الله ينبهنا من عندها إن شاء الله تعالى نعم الأخ أبو علي يقول والدي سجل الدار باسم والدتي نعم هادي الأخ هادي تفضل أخ هادي هادي تفضل حزيزي
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك مولاي؟ شلون حافظك؟ الله يبارك فيكم، قضى الله حوائجك، حياكم الله. يا بعد قلبي، شلونك مولاي؟ الحمد لله، تفضل حبيبي هادي، وقت ما عندي. تفضل. الله يسلمك عليك مولاي، مولاي أريد من الله ومنك تحاشين على المتبرعين، القوات الأمنية تعبنا، الله شاهد انظلمنا يا سيد. عفوا، متبرعين؟ ثمان ساعات نلزم. متبرعين؟ من معاورة يا سيد المتبرعين. شنو يعني؟ أريدك تحرم عليهم. عفوا ما أخ هادي، ما جاء أفتي، متبرعين القوات الأمنية شنو يعني؟ ما فهمت. القوات الأمنية أي؟ الجيش. بني واضح، شبيهم الجيش؟ يتبرعون بالراتب. مولاي يتبرعون بالراتب، يقعدون بالبيت. نعم مولاي. ويجلسون في دارهم. بني أنا إن شاء الله أتكلم يا أخ هادي، أتكلم. مشكور مشكور، حياكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. زين، أبو علي يقول الوالد سجل البيت باسم والدتي، والدتي جدا عصبية وتعبانة وما تقبل أحد وما تتحمل أولادها، كلنا طردتنا من بيتنا، وصرنا عايشين بالحواسم وعايشين بالتجاوزات، وأنا شنو أسوي؟ أقاطعها؟ هاي والدتي، شنو اللي أسوي؟ أبو علي حبيبي اسمعني وسمع أخوتك، يعني اسمعني ما أقوله لك وأسمع إخوتك أيضا، أنه الإنسان مبتلى، المؤمن مبتلى، والابتلاء، اسمعوا جيدا شباب، والابتلاء خير، البلاء شر. البلاء مو زين، أن ينزل البلاء مو زين، البلاء شر، البلاء على أي حال لا يطلبه أحد. أما الابتلاء يعني الامتحان، والامتحان بعض الأحيان خير للإنسان. فأنتم الله ابتلاكم بأمكم. بعض الأنبياء الله ابتلاهم بينه بأزواجهم، زوجاتهم مو خوش أوادم. زوجة نوح مو خوش آدمية، زوجة نبي الله لوط مو خوش آدمية، الله ابتلاه بزوجته. هي زوجة لوط من كان يجون دول الفاسدين، هي تقول لهم تعالوا اجوا ناس وجميلين وكذا، وتعالوا انتوا اخذوا حصتكم، هي مو خوش مرة. فأنبياء الله بعضهم ابتلوا بزوجاتهم، بعض الناس ابتلوا بأولادهم. نوح النبي ابتلي بولده، ابنه مو خوش ولد، وهكذا ناس ابتلوا أموالهم، ناس ابتلوا بجيرانهم، ناس ابتلوا على حال بعشيرتهم، عشيرة مو خوش عشيرة. أنت الله ابتلاك، أنت وأخوتك بوالدتكم، الله ابتلاكم بوالدتكم حسب ما تقول أنت يعني. فلا بد من الصبر والتحمل، لا بد من الصبر والتحمل، هذا ابتلاء وهذا امتحان، لا بد أن تصبر. شو تسوي؟ والدتك ما تقدر لا تحكي، لا تصيح، لا تسب، لا تشتم، لا 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 أبدا أبدا، خلص. شو تسوي؟ هذه بلوى ابتلينا بها، فلا بد من الصبر. أحسنت، أنت تقول أدعو لها، تقول أروح أزورها، جيد. مقاطعة؟ لا، ليس صحيح. أمك هذه، وأمك بدل ما تدعي يا ربي خلصنا منها، يا ربي مثلا ابتليها بمرض نخلص منها، بدل ما تدعو هذا الدعاء غير الجيد، قل يا ربي اهدها، يا رب لين قلبها إنا، يا رب لين مثلا حنن قلبها إنا. حاول أن تدعو على أن الله سبحانه وتعالى يهديها لما فيه الخير، وتجمعكم وتكونون على حال على محبة ومودة. أحمد تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم سيدنا. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك سيدنا؟ سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم. سيدنا عندنا مسألة بدول عينك. تفضلوا. شوية بيناتنا جدل صار. بلي.
بنت الاخت تحل على خال امها لو لا؟ بنت الاخت بنت الاخت هل تحل على خال امها؟ اي سيدنا فدوى لعينك. واضح يا احمد، حياك الله. واضح، اشكرك سيد. بارك الله فيك يا اخ احمد. الاخ مولانا الاخ ابو احمد، ابو احمد كلش رجال طيب، انا من صوته ومن نبراته، وبعدين سبحان الله مسألته متبين انه انسان طيب جدا، الله يكثر من امثاله. يقول سيد البيت باسم البيت باسم الوالد، وانا الورثة كلهم على حال بعضهم انطيتهم حقهم، بقوا اربعة من الورثة تنازلوا قال يا هذه الك احنا ما نريد. زين هذا خوش يعني رزق الله طاك اياه، بس يقول انا ما مرتاح. ليش ما مرتاح؟ مو هو شوية ضحكني، ليش ما مرتاح؟ يقول اخاف انه هم مستحين من عندي. ما مستحين، هم منطين بعد، اخاف مستحين، اخاف انا اخطأت بحقهم. يا اخي الكريم، اذا اخطأت بحقهم هم راضين عنك، اذا ما كان راضين عنك ما يعطوك الورث. وانت تقول ها يمكن مستحين، لا ما حد لا قال لهم تعال انطوا، هم انطوا. وذيك اختك تقول لك اروح ابيع ذهبي وانطيك اياه، هذه محبه، هذه محبه. اللهم ارزقنا محبه الاخوه والاخوات، اللهم ارزقنا موده في اخواننا واخواتنا. هذا جيد ان يكون هالشكل، واحد يحب الثاني وايد طيب، وهذا رزق. ودائما ندعو لهم بالصحه والسلامه والعافيه والبركه، ولا تقلق زايد، لا تقلق، ان شاء الله تعالى البيت حلال، وإن شاء الله تسعد به أنت وذريتك. رقية تفضلي بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله سيدنا. أنا أحط مكياج. نعم. بس أنا أحط مكياج من نقلة، بس الوالدة ما ترضى. أضع المكياج عند الخروج من البيت، بلي؟ إيه. زين سؤالك الآن شنو؟ سؤالك؟ عن المكياج. إيه فأدري الوالدة شنو ما تقبل شنو؟ ما تقبل يعني أحط مكياج بصلة. ها الوالدة تمنعني وأنا أريد أضع المكياج مو هيك؟ إيه. زين أنت لابسة بوشية ولا بدون بوشية؟ لا غير شيء. شلون؟ يعني تطلعين المكياج الناس يشوفوك، هذا يرضي الله؟ رقية حتى لو شوية. أنا راح أتكلم معك إن شاء الله. أشكرك على اتصالك وأشكرك على اهتمامك. أنت لو ما كنت مهتمة برضا الله ورضا الوالدين ما خابرتي. فأنت عندك في قلبك شنو؟ في قلبك أكو طهارة، في قلبك أكو طيبة اللي خلتك تتصلين. أنا إن شاء الله تعالى أجاوبك. حياك الله يا أخت رقية، حياك الله. الأخ هادي يقول الله لا يوفق بعض المنتسبين للجيش والشرطة، يتبرع بجزء راتبه أو كل راتبه ويقعد بالبيت. طبعا مو كل راتبه، جزء من راتبه يتبرع إلى يعني ما يتبرع، يتنازل عنه إلى الآمر إلى الضابط. ولو تدرون يا جماعة، لو تدرون هذا الفساد الموجود في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، أنه الآمر يقول له جيب أنت ثلث الراتب، راتب مليون ومقول مليون ميتين، 400 انطيني اياهن وقعد بالبيت. زين هذا يقعد بالبيت منو مكانه؟ منو مكانه؟ هذا المسكين اللي ما عنده يطيك، أو ما يتبرع بقولته، ما يتنازل عن راتبه. فشوف ذاك المسكين اللي ما يعطي من راتبه، كل الدوام يصير عليه، وكل الثقل يصير عليه، وكل المسؤولية يصير عليه. ولذلك يمكن شفتوا في يوم من الأيام هاجموا داعش على مكان على أساس المفروض يكون به مثلا 80 نفر، مكان على أساس 80 نفر حسب الأوراق لازم 80 نفر في هذا المكان، ولكن كانوا شقد 20 نفر، كلهم قتلوا. لما تقول يا بليش 20 نفر مو لازم 80، تبين أنه 60 نفر بالبلي 60 نفر أو على أي حال جزء منهم أنه رايحين وين؟ منطين رواتبهم وكذا وقاعدين بالبيت، وراحت نفوس والبلد استبيح. صدقوني
ما جرى في بلدنا من انتهاكات ومن داعش ومن انفجارات من اختراقات سيارات مفخخة تدخل إلى مناطق وفجرونة سواء في بغداد أو غير بغداد، صدقوني أكثرها من خيانات هؤلاء على أساس سيطرة وما موجودين أحد، على أساس مداومين بس هم قاعدين بالبيت، لأن منطقة فلس إلى الآمر، والآمر يأكل هاي الأموال وهي كثيرة لا تتصور. يعني هذا الآمر لما عنده 100 منتسب على 400,000 إيش قيل يصير؟ 40 مليون بالشهر يخلي في جيب 40 مليون. الله لا يوفقهم، قولوا آمين. الله لا يوفقهم، الله لا يجعلهم يتهنون بهالأموال هذه وشوفون البلد شلون يستباح. نعم يا أخي الكريم، أنا المن أحكي يا أخ هادي المن أحكي؟ والمشكلة وين؟ المشكلة وين؟ المشكلة مو في الذيل، المشكلة مو في الزغار، مو في الزغار، والله مو في الزغار، المشكلة في الكبار. إجاني واحد كبير في وزارة إحدى الوزارات الأمنية، كبير، قال سيدنا والله المشكلة من الكبار، آمرين الألوية ذولا اللي يقول له تحت، اللي تحت إيده يقول له أريد من عندك هلقد دفتر بالشهر، ذاك أريد من عندك هلقد دفتر، دفتر يعني 10,000 دولار. يوم اللي الكبير هو خراب، فالصغير بعد أكثر خرابا. الله يعين من يتحمل المسؤوليات، الله يعين من يريد أن يصلح الأمور واقعا. لابد من، ما أدري، فنفضى الله ينفضنا، ما أعرف، بس نحتاج إلى إرادة قوية لكشف هؤلاء وتعريتهم وعلى حال وفضحهم. إن شاء الله الله يفضحهم بالدنيا قبل الآخرة. نعم أحمد، تفضل يا أحمد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، حياك الله. شلونك سيدنا؟ بارك الله فيك سيدنا. احنا عندنا الوالد طلع الزكاة والخمس مالته 5 ملايين. الوالد شنو طلع تقاعد؟ لا، الزكاة والخمس مالته. خمسه وزكاته. ايه هو عنده حلال. بلي. فدفع 3 ملايين. بلي. وبضل المليون يعني. بلي. بعدين هو تمرض. بلي. باع الحلال وصرفه على الطبيب يعني وعلى العلاجات. بلي. هسه ظل مطلوب بين المليون يعني وهو ما عنده. بلي. يعني شلون سيدنا؟ يعني انهى فلوسه في علاجه والان ما عنده علاج. اي وظل تقريبا عند الباقيات. هو شيء مريض يشتغل، لا عنده شيء، كل شيء ما عنده لا راتب. واضح. حياك الله. يعني حياك الله احمد. حياك الله. مشكور. وقت ما عندي اخواني بعد، لا اتصال لا تستقبلون، خلي اكمل الاجوبه. الاخ احمد يقول صار نقاش بيننا احنا قاعدين أنه بيت الأخت، يعني بيت أختي. نعم، بيت الأخت، بيت الأخت، لو 20 درجة مو مشكلة. بيت الأخت، بيت الأخت، بنت الأخت، بيت، يعني مو مشكلة. كل هؤلاء خال أمهم بالنسبة لهم حلال لو لا؟ الجواب خال الأم خال، خال الأبو خال، خال أبويا هو خالي، خال جدي هو خالي. الخال يكون حلالا لكل شنو؟ لكل بنات الأخوات وإن نزلنا. إيه نعم، بت أختي خالي أو خال أمها حلال عليها، يشوفها كذا مثل خالي. خالي حلال علي. إيه أنت يا أمها خالج حلال ولها، كما انه حلال عليك حلال على بنتك، كما انه حلال على بنتك حلال على حفيدتك، يعني بنتك ما في مشكله. رقيه تقول انا اضع المكياج واذا اطلع من البيت والدتي تمنعني. بابا رقيه اسمك هو اصلا يهزني، اسمك يهزني، رقيه بنت الحسين صلوات الله وسلامه. زين هيك اسم تريد تطلع بمكياج، هيك مؤمنه تطلع تزين نفسها، ورب العالمين بالقرآن شي يقول؟ ولا يبدين زينتهن، لا يبدين عن لا يوضحن لا يبرزن لا يكشفن
إبداع، إبداع يعني إظهار. ولا يبدين زينتهن، حرام. يقول له سيدة شوية، هاي الشوية زينة لو مو زينة، زينة ما يصير. تعلمي بابا، تعلمي بابا على أن ترضي الله، هذا وجه الله خالقه بطبيعيه بالمقدار قرص الوجه طبيعية، لا تاتو ولا كذا. إذا تسوين هالأشياء ما في إشكال، سوي تاتو سوي مدري إيش، بس خلي بوشية. فبتي شكري أمك على أنه واقفة قدامك، وأنا أحيي والدتك أنه تراقبك، لأن الآن الأمهات ما يراقبن بنات، الأمهات هن يقولن روحي ماما روحي استونسي شبابك وبعدين يصير خير. بعض الأمهات الفاسدات، والله أمهات فاسدات. اشكري الله أمك متدينة حبابة وتخاف عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى الله يوفقك، ولا تطلعين بمكياج. وللأسف هاي بنتي أيضا تقول بابا زميلاتي بالإعدادي، يعني بالإعدادي بنات بعدين، يعني تقول بابا كلهن مكياجات، وحتى أنه مسوي حفافة وما حفافة. إحنا ما يعني واقعا عجيبة، بنت صغيرة عمر 16-17 سنة، هذه كلها في واقع الحال تربية، تربية الأسرة، تربية الأسرة وتدين الإنسان. أحمد يقول الوالد عليه خمس، خمس أمواله وزكاة وكذا، فخمس ملايين دفع ثلاثة، بقى مليونين. بس تمرض الرجال، باع الغنم وباع الكذا وعالج نفسه، والآن باقي بذمته مليونين خمس. هاي المليونين خمس يا أخ أحمد هي في ذمة الوالد، هي في ذمة الوالد، عنده يدفعه، ما عنده يروح إلى المرجع. وين المرجع؟ يروح إلى المرجع، إلى وكيل المرجع، يقول يا حجي يا سيد يا شيخ أنا هالشكل كان ولان ما عندي. فقد شنو؟ فقد المرجع أو وكيل المرجع يسوي له حسب تعبيرنا عملية إبراء ذمة أو مصالحة، أنه أنت على حال افتقرت. هاي بعد عند المرجع مو عندنا، المرجع هو اللي في واقع يشوف حاله، إذا صار عنده لازم يدفع لأن في ذمته، هذه هذه في ذمته. وإذا يقدر يروح إلى المرجع ويتبارى الذمة ويسوي مصالح، هذا أمر آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق سيد الشهداء، بحق فاطمة، فاطمة الزهراء، وبحق أبيها وبعلها وبنيها، وبحق السر المستودع فيها، اللهم اجعل بلدنا آمنا، اللهم ارزق أهله من الثمرات، اللهم طهر بلادنا من الفاسدين والسراق والخونة يا رب العالمين. قولوا آمين. جزاكم الله. اللهم طهر بلادنا من هؤلاء الأوغاد الذين عاثوا في الأرض فسادا. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم عافي جرحانا، اللهم لا تبتلنا في ديننا، وحسن عواقب أمورنا واجعلها خيرا. إخواني لا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.